مرحبا، كيف الصحة؟ إن شاء الله تكون أموركم بخير. معكم الأستاذ عبد الباسط مهرات من مركز الخوارزمي باسطنبول. اليوم راح نحكي عن جامعة جديدة، وهي جامعة خاصة، جامعة كولتور أو الجامعة الثقافية التركية. الجامعة طبعا تتميز بوجود عدد كبير من المخابر، تتميز بالموقع الجغرافي تبعها، تتميز بأسعار المعقولة بعض الشيء، تتميز بأنه فيها عدد جيد من الطلاب الأجانب، وبالتالي معاملة جيدة مع الطلاب الأجانب. نبدأ بمعلومات بسيطة عن الجامعة. الجامعة تأسست عام 1997، كانت فيما قبل هذا التاريخ كانت عبارة عن أكاديمية تعليمية، تحولت لجامعة عام 1997. عدد الطلاب حسب الإحصائيات عام 2018، يعني العام الماضي، كان في عنا بالمعاهد 2500 طالب، وكان في عنا طلاب جامعات 4 سنوات 7750 طالب، في عنا طلاب الدراسات العليا 920 طالب، والطلاب الدكتوراه 165 طالب، والطلاب الأجانب 500 طالب. طبعا هاي الأعداد كلها أعداد تقريبية، أما الأعداد الدقيقة 100% ففينكن إذا حبيته طبعا تعرفوها من خلال الجامعة مباشرة، ولكن هي متغيرة بشكل دائم بسبب انتقال بعض الطلاب أو قدوم طلاب جدد للجامعة. بكل أحوال هي الأعداد التقريبية. طبعا الجامعة وتنظر هاي الأعداد تعرف إنه الجامعة هي جامعة بسيطة بصراحة، وفي طلاب بيميلوا لهذا النوع من الجامعات، بيقول لك أنا بدي جامعة مريحة، بدي جامعة يكون عنوان الهدوء، بدي أروح يكون عدد الطلاب قليل، ما بدي ضغط كبير. فهي الجامعة ممكن تكون في هاي الميزة، هي ميزة جيدة بخصوص هذا الموضوع. طبعا الجامعة فيها مخابر، عدد من المخابر فيها 23 مخبر حاسوب، فيها مخبر إلكترونيات تناظرية، فيها مخبر زراعة الأنسجة النباتية، مخبر حديث طبعا، مخبر كهربائي، مخبر إلكتروني، مخبر الهندسة الصناعية، مخبر فيزياء جيوتقنية، زراعة الأنسجة، مخبر الكيمياء، مخبر بحوث المواد، مخبر علم الوراثة، مخبر ميكانيك، مخبر الأشعة السينية، مخبر البناء الفني. طبعا أنا هدول مترجمون بجوجل، وبالتالي في عندك بعض الاختراعات، مختبر ماك ما بعرف يعني، الأحمر 6، مختبر طيفي، واضح أنه هو مختبر أشعة. طيب بنجي على الأقسام والكليات الموجودة في هي الجامعة. بصراحة في كلية آداب، كلية تربية، كلية حقوق، هذول ما بيهمونا نحن كطلاب أجانب، غالبا نحن بنميل دائما نحو الكليات الاقتصادية وكليات الهندسة، هذول متوفرين بهي الجامعة بصراحة. في اختصاصات هندسة وعمارة كويسة. طبعا ملاحظة، العمارة ليست ضمن اختصاصات الهندسية في تركيا، ما في هون عندنا بتركيا هندسة عمارة، في عندنا عمارة فقط من دون هندسة، مشان هيك بنلاحظ انه بيفصلوا بين كلية العمارة وكلية الهندسة. في عندنا مدارس مهنية، يعني سنتين معاهد الدراسات العليا. هلا بيجي على اهم شيء بالنسبه لي هو الاسعار والاختصاصات الموجوده وعدد الاختصاصات للطلاب الاجانب الكونتينجن. اولا تعليم اللغه الاجنبيه، تعليم اللغه الانجليزيه، صراحه في عندنا 10 طلاب اجانب بحقنا ناخذ بهي الجامعه. التعليم باللغه الانجليزيه التكلفه 4650 من خلال مكتبنا فقط، اما في الواقع فهي 4950 دولار. في عنا أيضا باللغة الإنجليزية، خلينا نهتم باللغة الإنجليزية، في عنا الأدب الإنجليزي 4600 دولار، في عنا إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية أيضا 4600 دولار، في عنا العلاقات العامة أيضا 4600 دولار، في عنا العمارة 6700 دولار. طبعا شو عنا كمان؟ العمارة الداخلية والتصميم البيئي أيضا 4600 دولار، في عنا هندسة الحاسوب أو هندسة الكمبيوتر كمان 4600 دولار، في عنا الهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة الصناعة، وهندسة المدني. على فكرة بالنسبة للهندسة المدني أرخص جامعة في تدريس الهندسة المدنية في إسطنبول في تركيا عموما. في عنا مثل ما قلنا نحن نهتم فقط باختصاصات الانجليزيه، ولكن اذا حبيت كطالب تدرس مثلا تكنولوجيا الطائرات باللغه التركيه فهذا الشيء متاح لك. ممكن ايضا نحكي عن موضوع الدراسات العليا. طبعا جامعه كولتور تعتبر من الجامعات الرخيصه نوعا ما في الدراسات العليا. هندسه الحاسوب في عندنا 3000 دولار طبعا باللغه الانجليزيه، في عندنا الرياضيات ايضا 3000 دولار، طبعا 3000 دولار برنامج كامل يعني سنتين. العماره الداخليه ايضا 3000 دولار. الهندسة الجيوتقنية يعني اللي بتهتم بأمور ما تحت الأرض، تمام، هذا شيء كويس على فكرة بالنسبة مثلا لأهلنا بالعراق اللي عندهم نفط وغاز، فممكن يهتموا بهي الهندسة. 2400 دولار فقط، تخيل.
إدارة المشاريع 2400 دولار. الإدارة الهندسية 3000 دولار باللغة الإنجليزية. الرياضيات، بنحكي على الدكتوراه، الرياضيات 4500 دولار طبعا باللغة التركية. طبعا هدول الاختصاصات متوفرين بالدكتوراه، يعني عندك الجيوماتيكس، عندك الهندسة الجيوتقنية، إدارة المشاريع، الرياضيات، هندسة العمارة، البيولوجيا الجزئية والوراثية، كل الهندسات بس كلهم مع الأسف باللغة التركية. عبارة عن 4500 دولار للاختصاص، يعني يعتبر سعر مقبول نوعا ما، البرنامج كامل طبعا هذا السعر. بالماستر ماجستير دراسات العليا بالاختصاصات الأدبية أصلا موجود. في عندنا مثلا ممكن يكون الاقتصاد أو الإنتاج الاقتصادي، الإدارة، القانون، كل أنواع القانون، المي بي اي، إدارة الأعمال، اللغة التركية، العلاقات الدولية موجودة باللغة الإنجليزية، موجودة باللغة التركية أيضا متاحة للدراسة. في اختصاصات اللغة التركية أكثر من اختصاصات اللغة الإنجليزية عموما، ولكن موجودين بكل الأحوال. بالنسبة لأجور السكن، أنا بهمني كطالب أجنبي شلون راح أسكن أو شو تكلفة السكن بالنسبة لي. أوكي، طبعا هي الجامعة موجودة في اسطنبول، وبالتالي بدك تحسب أو بدك تعرف تكلفة المعيشة بشكل عام اللي راح تكلفك إذا جيت درست بهي الجامعة. فقط ابحث عن تكلفة المعيشة في اسطنبول. من ناحية المواصلات راح تحصل على بطاقة الطالب، من ناحية الطعام راح يكون في وجبة طعام، ولكن باقي الوجبات راح تكون حسابك. مثل ما قلت لك الحلو بالجامعة هي موجودة بنص البلد، هلا بوجيك الخريطة بوجيك العنوان وين موجود. إذا سكنت بغرفة مع شخصين فراح تدفع 3250 دولار، مع 4 أشخاص راح تدفع 2500 دولار، السعر مقبول للعام الكامل طبعا. عم بقول لك بس هون إنه السعر راح يكون دائما على الدولار، ما راح يكون على اللغة التركية، يعني الليرة التركية مثل ما كاتبين هون 14200. بالنسبة لأورجيك العنوان، فعنوان الجامعة بالضبط صاير قريب جدا من مطار أتاتورك السابق، مطار أتاتورك حاليا انتهى العمل فيه، ولكن هي قريبة جدا من المطار، اللي زائر اسطنبول بيقدر يعرف وين موجود المطار. قريبة جدا من محطة مترو يعني بوسنا، ومن المتروبوس، يعني هي قريبة من المواصلات بشكل عام، من المتروبوس ومن المترو بشكل خاص، وبالتالي سهولة الوصول على سبيل المثال لمنطقة الفاتحة أو المناطق السياحية الأخرى إذا حابب تقضي وقت يعني خارج الجامعة. هلا في شغلة مهمة، إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعملنا سبسكرايب، لا تنسى تعملنا مشاركة، وإذا ما عجبك الفيديو يا ريت تخبرنا ليش ما عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.